عشان نكشف على الموبايل في خطوات بإذن الله هنتبعها سنة سنة. أول حاجة لازم أعرف أصلا من البداية قبل ما أكشف على سيستم الجهاز، أعرف الموبايل ده أصلا مفتوح ولا لأ. فعشان أكشف الموبايل ده اتفتح ولا لأ، هنا بيكون في كاميرا خلفية. الكاميرات الخلفية لما الظهر ده بيتفتح بتبدأ تخش جوه الإزازة عفرات، من هنا أعرف على طول رقم واحد إن الموبايل ده مفتوح. فوأنا بشتري الموبايل، أي موبايل، ببص على الكاميرا ودقق بالنظر، فبشوف في عفرات جوه الكاميرا ولا لأ. لو أنت تلاقيت في عفرات أعرف إن الموبايل ده مفتوح 100% وما تكملش، ده رقم واحد. طيب لو الكاميرا ديت نظيفة واللي فتح الموبايل ما بينش الكاميرات اسكان فيها عفرات ولا حاجة، اقلب الموبايل الناحية التانية واشوف الكاميرا، زي الكاميرا دي مثلا، اشوف الكاميرا الامامية هل هي فيها عفرات ولا لا. لو انا قربت كده هتلاقي ان الكاميرا الامامية هنا فيها عفرات، معنى كده برضو ان الموبايل ده مفتوح، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، طيب لو الكاميرا نظيفة اللي عمل له صيانة صراحة نظيف، منظف الكاميرا الخلفية والكاميرا الامامية، ابدأ ابص على حافات الجهاز كده واشوف في ماده، الماده اللي هي اللزقه اللي هو اصلا بيبقى فتح الجهاز غير له شاشه ولا باغه على الاطارات. طيب برضو نفس الكلام، اللي عمل الشاشه مش مبين اي ماده، ابدا اضغط على الاربع زوي دول واشوف هل الضغطه الشاشه بتاخد وتدي معايا ولا لا. لو جامده يبقى الجهاز ده ما غيرش شاشه. اقوم فاتح كمان بعد كده الشاشه واخش على اضاءه بيضاء، اي حاجه لون ابيض. يعني خد بالك ان الموبايل ده هتلاقي فيه صفار في الجنب هنا، في صفار هنا اهوت، الموبايل ده مغير باغه فهتلاقي فيه صفار، هو الصفار مش باين، انا بحاول ابينه اهوت على قد ما اقدر، لكن الصفار مش باين اللي في الكاميرا. لكن افتح على صفحه بيضاء، لو اتلاقيت فيه لدايه برنتايه بيضاء يبقى الموبايل ده برضو مفتوح، في صفار هنا تبقى الموبايل ده مفتوح. برضه يكون معاك منديل، واقوم مسح الكاميرا الشاشه بالكامل واشوف في عفرات بين الشاشه وبين الباغه ولا لا. لو اتلاقيت في عفرات بين الشاشه والباغه يبقى الموبايل ده مغير باغه، يبقى انت كشفت على الموبايل عرفت ان هو مفتوح. يبقى رقم واحد اشوف الكاميرا الخلفيه فيها عفرات ولا لا، مفيش عفرات. الكاميرا الاماميه مفيش عفرات. الاطارات بتاعه الشاشه كلها متقفله، ما هياش طالعه ونازله، ما هياش كمان مفتوحه ومخرجه نور، ادي رقم 3. رقم 4 اشوف هل الشاشه نفسها فيها اي بقع بيضه، فيها بقع صفراء، مفيش برضو، رقم 4. رقم 5 امسح الشاشه مسحه كويسه واشوف في عفرات بين الشاشه وبين الباغه ولا لا. طيب مفيش الكلام ده كمان، يبقى خلصنا كده، عرفنا ان التليفون شكله مش مفتوح. تمام. كمان حاجة اللي هيفوت عليك في الموبايل ده خليك صاحب نظرة، اللي هيفوت عليك في التليفون وكشفك على التليفون هيفوت على اللي هيشتري منك، فانت هتبقى كده في الامان. يعني خليك انت نظرتك حلوة في ان انت تكشف على الموبايل 100%. خلصنا الحالة الخارجية بتاعت الموبايل، الموبايل الحالة الخارجية بتاعته بصراحة باين ان هو مش مفتوح، كاميرا ما فيهاش عفرات، كاميرا امامية ما فيهاش عفرات، الشاشة سليمة، مفيش أي بقع ولا برنتات بيضة، مفيش أي صفار، مفيش عفرة بين الشاشة والباغة، يبقى الموبايل ده الحالة الخارجية بتاعته سليمة. نبدأ نكشف بقى على الموبايل، على البطارية، على الصوت اللي بنسمع المكالمة اللي جاية لنا، على الجرس نشوف في زنة ولا لأ، أكيد نجرب الواي فاي، نفتح الواي فاي ونشبكه على أي شبكة، نفتح كمان شبكة نفتح البلوتوث، ضروري نفتح البلوتوث ونفتح شبكة الواي فاي، لأن في ناس بتبيع تليفونات فيها مشكلة في الأي سي الواي فاي، فالاتنين بيقفوا مع بعض الواي فاي والبلوتوث. نفتح المنافس دي، تمام. هنحط برضو شريحة، ما ننساش حاجة بإذن الله، ناخدها خطوة خطوة. هنحط شريحة، هنعمل مكالمة، هنسمع الصوت، هنسمع الجرس، تمام. هنجرب الواي فاي. حتة البطارية بقى، موضوع البطارية ده مهم جدا، انت عشان تجرب اي بطارية لازم تعمل خطوتين. الخطوة الاولى تعلي الاضاءة بتاعت الشاشة بالكامل وتفتح الكشاف، وانت كمان فاتح المنافذ اللي فوق كلها، الواي فاي وشبكة البيانات. وكمان لازم تبقى معاك في ذهنك البطارية كام في المية،
والساعة كام عشان أعرف البطارية خلال 3 دقايق نزلت كام شرطة، يعني الشرطة بتنزل خلال قد إيه. فأنت لما تعلي كده، أفتح الكشاف كده وأعلي الإضاءة، يبقى أنا بشغل كل حاجة في الموبايل تخلي البطارية تنزل بسرعة، وأبدأ أظبط الساعة مع الفئة البطارية، البطارية كام في المية، وأعرف البطارية بتنزل كام في المية، بتنزل كل 3 دقايق شرطة ولا كل 3 دقايق 3 شرط، فأعرف من هنا البطارية سليمة ولا لأ. كمان بعمل حاجة تانية، بطفي الجهاز، ودي ضروري تعملها وخصوصا في الأجهزة السامسونج، بطفي الجهاز وارجع افتحه من تاني عشان اشوف البطارية، بس اكون فاكر نسبة البطارية كانت كام في المية. هتلاقي لو تلاقيت البطارية نزلت شرطة مش مشكلة، لكن ممكن بطارية تلاقيها زادت او نقصت مع طفي الجهاز، فالموبايل ده بيكون فيه عيب في البطارية. يبقى انت جربت البطارية وجربت الواي فاي وجربت شبكة البيانات وجربت الكشاف وجربت الشاشة، جربت البصمات، بصمة الجهاز الخلفية والأمامية. طب تجرب كل حاجة تخص الجهاز، ما تنساش حاجة، لأن ممكن تنسى حاجة ويبقى فيها عيب يخص الموبايل. كمان الشغلانة ديت مع الممارسة، الأول هتلاقي إن الموضوع صعب وخايف إن أنت تنسى حاجة، تنسى إن أنت تجرب الكاميرا، تنسى ان انت تجرب الواي فاي، تنسى ان انت تجرب شبكة البيانات، تنسى ان انت تجرب البطارية وتعرف نسبة البطارية. انت مستعجل عايز تشتري عايز تكسب، فتشتري حاجة ما جربتهاش كويس فتلاقي نفسك بتخسر. الموضوع سهل وبسيط، محتاج منك حفظ في البداية، برتب افكاري. انا اول ما امسك موبايل، انا بقى كشخص بشتري موبايل، اول ما امسك الموبايل اعمل ايه؟ اول حاجة بعملها دايما او ماسك الموبايل كده باصص عليه واشوف الظهر بتاعه اتفتح ولا لا، الكاميرات فيها عفره ولا لا، الكاميرا الاماميه دي يكون معايا منديل كده امسح الكاميرا الاماميه واشوف فيها عفره ولا لا، مفيش عفره، الكاميرا الخلفيه مفيش عفره، كده يبقى الجهاز الشكل العام بتاعه مش مفتوح، واشوف الشاشه الشاشه فيها ماده ولا لا. الشاشه اللي بيركب شاشه دايما بيكون فيها مشكله. خد بالك شغلانة الكشف على الموبايل قايمة كلها على أخطاء بتاع الصيانة، شغلانة الكشف على الموبايل قايمة على أخطاء بتاع الصيانة. صعب جدا إن حد يشتغل لك صيانة وما يبقاش فيه دليل على فتح الجهاز، بتلاقي دايما في دليل، ده أنت بتلاقي في شاشة النور بيبقى خارج من هنا، وبتلاقي باغة غرقانة المادة السوداء أو المادة البيضاء اللي هي بتلزق الباغة. فالموضوع بالنسبة لهم إن هو عايز يعمل صيانته بسرعة بسرعة. طيب لو حد بقى أصلا بتاع تليفونات وهو اللي عامل الصيانة بنفسه ومنظف قوي، مستحيل تتلاقيه زبط الدنيا إن مفيش غلطة، هتلاقي في غلطة بالنسبة له هتخرج الموبايل ده مفتوح وما تشتريش منه. فأنا بعمل الكالآتي، معلش أنا بكتر معاك عشان عايزك تتعلم والموضوع سهل وبسيط. أول ما أمسك موبايل كده في إيدي بشوف الكاميرا الخلفية، اتلاقيت فيها عفرة يبقى خلاص انا ريحت دماغي، حاجة سهلة. بعد كده بشوف الكاميرا الامامية، بعد كده بشوف الشاشة، وافتح الشاشة على صفحة بيضة. ولو اللي بيبيع لك الموبايل عامل لك الاضاءة بتاعت الشاشة اللي هي السوداء اللي هي الوضع الليلي، لازم 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 تقلب الوضع اللي هو ايه، ما هو اللي هو ما هوش ليلي عشان تشوف الشاشة. فشوف الشاشة زي كده ممكن يكون فيها نقط سوداء نقط بيضاء، الكلام ده ما يظهرش في الوضع الليلي، فخد بالك. بعد كده اشوف الشاشة، الشاشة سليمة 100%، مفيش نقط، مفيش ليدات، مفيش إضاءة صفراء، مفيش أي، الدنيا كويسة. كمان باخد أيقونة كده وأجري بيها على الشاشة عشان أختبر الموبايلات اللي هي الهواوي، الإنفينكس، الموبايلات اللي هي ملهاش كود زي السامسونج. يعني السامسونج مثلا بتعمل نجمة شباك صفر نجمة شباك، فبتجيب اختبارات الشاشة، لكن الهواوي الانفينكس مفيش الكلام ده. باخد ايقونة واجري بيها على الشاشة كده لو وقفت مني في اي حتة، واجري بيها على كل الشاشة وعلى الحفات دي، اجري بيها على الحفات فاتأكد ان الشاشة سليمة. خلصت التليفون والحالة الخارجية بتاعته، ابدأ افتح الواي فاي وشبكة البيانات والبلوتوث والكشاف اللي ورا، واشوف البطارية بتنزل كل قد ايه، دقيقة كل 3 دقايق بتنزل شرطة ولا 2، كل 5 دقايق اشوف الكلام ده. ولازم لازم لازم اطفي الجهاز وافتحه عشان اشوف
البطارية نزلت من 50% ل 20% ولا شغالة تمام. لازم تتعلم الكشف، والموضوع سهل وبسيط مع الممارسة، هتلاقي نفسك أجود ما يكون في الموضوع. موضوع سهل وبسيط، وأي حد ممكن يكشف على الموبايل. حتى لو أنت مش هتشتغل تاجر، خد الصنعة.